انت وشكرا على كل اتصالاتكم. يعذرني اللي ما ردينا عليه، والله مضغوطين جدا. لو اللوح يدري وش هو اللي يجي المسمار ما يشرح على المسمار والدق في راسه. انتهى الحديث، الميدان يا حميدان الى اقوى اشواط الجذاع سويا. الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. شكرا عبد الرحمن احمد امين، متابعينا في كل مكان، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بكل خير. انطلاقه طيبه في يوم طيب ومبارك لتعلن هذه البدايه والرمز المنتظر الخاص لفئه الجذاع، حيث اعلنت الانطلاقه وبدات الشعارات بالمنافسه في هذا الحضور بحضور هذا الرمز الذي دائما وابدا ما نفتخر به. مرحبا بك يا ابو حمدان، اليا ذكرت سلطان، اكوع على متن الغمام، ما عاد اشوف من الفخر غير الخيال اللي ضفى. هذا ولد حمدان، هذا مسك البداية والختام، اسمه فعله يستحق المفخرة والاحتفاء. فعل ابو حمدان فوق صدورنا مثل الوسام، ضلع يذري تحت ظله للعرب عدو وفا. مرحبا يا سيدي، مرحبا يا سلطان الفخر والأمجاد، في مهرجان يحمل اسم العز، اسم القائد، اسم الفخر، الاسم الذي نتباهى فيه في كل مكان. سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، يحفظك الله يا أبا خالد وجعلك ذخرا لنا يا رب العالمين. معركة الإجذاع تبدأ مع المقدمة وأبدأ مع الصدارة. ليرى المقدمة الشعار القدير الذي أتى بمعاركه وأتى بغاراته ليمثل أهالي المدام، وممثلا في كل المحافل الكبرى يقدم لنا هيهات. مرحبا بك يا بن كليب، المقدم لهيهات على المركز الأول، ويقود معركتنا عبد العزيز بن سيب بن كليب. قدم لنا هيهات بو سعود الذي قدم الكثير من الأسماء الكبيرة. المركز الثاني القادمة قزوين، مع ثاني المراكز يا لقزوين، ويا لأمواجها ويا لذكرياتها ويا لذلك الاسم الكبير سعيد بن مسلم الراشدي يقدم لنا قزوين على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات، الرصاد هي القادمة، مسلم بن مبارك بالعود العامري يقدم لنا أرصاد. القادم بأرصاده، القادم بأبياته، القادم بكل ما يحلو له، مسلم بالعود يتقدم. نعم، مسلم بن مبارك بالعود العامري. المركز الرابع القدوم من سفارة، ووصل في هذه اللحظات نجم لسهيل، نجم لكل الميادين، نجم في كل المعارك، نجم في كل الرموز. مع المركز الرابع يقدم لك حضر الحين بعير، حضر 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 ابن محمد العامري. المركز الخامس زاحية، مع المركز الخامس ما أجمل شعارها وما أجمل حضورها، ما أجمل انطلاقاتها، مرغم مع صعبها، القادم مع زاحية سعادة محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. القادم مع زاحية يتابع زاحية في عملية تضميرها، عبد الله بن سلطان الغفيلي. لا والله ما ينغفل عنه، ما ينغفل عنه الغفيلي، ويمينه بن مرخان. يا لها من رموز. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، أهل المدام ما فيهم كلام، ما فيهم كلام. يقود المعركة بن كليب، يقود المعركة متزعما متزعما، منطلقا مع هيهات 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 هيهات.
المباريات القادمة نحو كاس الإبداع، نحو كاس الإجذاع. هيهات بن كليب، بدأت بالانطلاق، بدأت بالضغط على صدارة الشوط والمحافظة عليه منذ البداية. المركز الثاني أرصاد القادمة مع المركز الثاني، يقود لنا أرصاد مسلم بن مبارك بالعود العامري، يقدم لنا أرصاد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث قزوين مع ثالث المراكز سعيد بن مسلم بن طاهي الراشدي، يقدم لنا قزوين. المركز الرابع، المركز الرابع الشعارات القادمة والواصلة في هذه اللحظات هنا بالرملي مع المركز الرابع، مع سفارة سهيل بالرملي العامري، وزاهية مع المركز الخامس لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان. ولكن التغيير على مستوى المركز الخامس، القادمة علاج، يا للاسم، يا الداهية يا عبد الله يا بن نهيان، تذكرني بعلاج بنفس الميدان ونفس الرمز. علاج القادمة يقود علاج الداهية عبد الله بن حمد بن نهيان العامري، والملكية لك يا راح اليمشي يا حمد يا بن نهيان. يا اخواني بن كليب ناوي على الرمز، ناوي على الرمز مع هيهات المنطلقة نحو الرمز، نحو الرمز يقودها عبد العزيز بن سيب بن كليب. ولكن بالعود، بالعود مع أرصاد، مع أرصاد. وهذا الكاس اللي تغير يومه بعد الأرصاد الجوية اللي طلت الأمطار الغزيرة وأرصاد قادمة وهيهات طارت، ما بين هيهات، ما بين أرصاد، ما بين بن كليب، ما بين بالعود. 1200 وغادرا غادرا غادرا نحو كاس الإجذاع. المركز الثالث قزوين، المركز الرابع بالرملي، المركز الخامس بن نهيان. العودة إلى بالعود، إلى بالعود يقود المعركة، يقود المعركة مع أرصاد مسلم بن مبارك بالعود العامري. ما زال مسالم والعصا بالبطان، هيهات على المركز الثاني يقودها بن كليب. الداهية مع المركز الثالث. يا أخواني ودوا الكاس إلى المدام، ودوا الكاس إلى المدام، إلى بن كليب، إلى بن كليب وبالعود، بن كليب وبالعود. مسلم مسلم مسلم، ما هو مسلم، ما هو مسلم الصدارة. وبن كليب كاس الإجداع، كاس الإبداع. الداهية، الداهية، الداهية في كل لحظة، في كل الأوقات. عبد الله بن حمد بن نهيان العامري يقدم علاج، يا علاج الروح، يا علاج القلب، يا علاج الرموز. انت العلاج وانت الدواء وانطب يا عبد الله، يا بن حمد، يا بن هيان، يا العامري. والكاس الى راعي اليمشى، الى راعي اليمشى حمد بن هيان العامري. مشكور يا عبد الله يا بطل، مشكور يا عبد الله يا القرم. القرم يعل هدوم يسعد ليبير في الشطات طاريه. يا زين غنوا لا تردد، حق من يزين الجبل اللي فيه ولا الجيل اللي فيه. هذا الداهية، الداهية، داهية الهير، داهية، داهية الإبداع، داهية الرموز. راح اليمشى، راح اليمشى، راح اليمشى، خذ الكاس ويبي يتعشى الليلة على الناموس. ومشكور يلي رشحها رامز، هو الوحيد،
والداهية الداهية، الوحيد الذي يعرف طريق الرموز. تهانينا لك يا راعي اليمشة يا حمد يا بن نهيان يا العامري. أهالي الهير يختتمون الموسم مع علاج اسمها بحد ذاته رمز، اسمها فخر، علاج الداهية عبد الله بن حمد بن نهيان العامري. التوقيت الزمني 9 دقائق 4 ثواني وسبع أجزاء من الثانية. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني ناصر بن عبد الله المسند. مرحبا يا ابو عبد الله ومرحبا بشعارك. 9 دقائق و7 ثواني و4 أجزاء من الثانية، ألا وهي شناح الله يا المسند يقدم لنا شناح. 9 7 7 صاحبة المركز الثالث ولاعة لحمد بن راشد بن غدير، مولع اليوم حمد بن راشد بن غدير الواثق. المركز الرابع 9 7 8 ألا وهي أرصاد لمسلم بن مبارك بالعود العامري. المركز الخامس زاخر لمانع بن علي بن حماد الشامسي مع المركز الخامس 9 دقائق 8 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن نهيان العامري على